بكلمة التامة من شر ما خلق. كلمة التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. النبي المجتبى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات صاحب راتب كتب الإرشاد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصوله وفروعه وذي الحقوق عليه أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يسمع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرسل من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
وبالإسلام الإسلام دينا نبي محمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا نبي محمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا نبي محمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا وأبوانا ومولذيكنا منا يا ذا الجلال والإكرام أمت على دين الإسلام يا ربنا وأبوانا ومولذيكنا منا يا ذا الجلال والإكرام أمت على دين الإسلام يا ربنا وأبوانا ومولذيكنا منا يا ذا الجلال والإكرام أمت على دين الإسلام يا ربنا وأبوانا ومولذيكنا منا يا ذا الجلال والإكرام أمت على دين الإسلام يا ربنا وأبوانا ومولذيكنا منا يا ذا الجلال والإكرام أمت على دين الإسلام يا ربنا وأبوانا ومولذيكنا منا يا ذا الجلال والإكرام أمت على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أسرى الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أسرى الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أسرى الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاسب الغم يا من لعبده يغفر ويرهم يا فارج الهم يا كاسب الغم يا من لعبده يغفر ويرهم يا فارج الهم يا كاسب الغم يا من لعبده يغفر ويرهم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 أفر الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيت طيبين طاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواج طاهرة أمهات المؤمنين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. الفاتحة لسنفك المقدم محمد بن علي بن رسول فروعه وجم ساداتنا لأبي علوي أن الله يكدس أرب الجنة ونور دارهم من بركاتهم وأنوار في الدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة لجميع ساداتنا صوفية أن الله يكيد صار في الجنة ونير درائهم من بركاتهم وأسرارهم وأنوار في الدنيا والآخرة ويلهيكنا في خير وعافية. الفاتحة. الفاتح لصاحب راتب الأستاذ سينا سريف القدر القوس عمد الله بن علوي الحداد بألوي أن الله يكد سروا في الجنة ونير داريها من بركاته وأسرار وأنوار في الدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة لوالدينا ولوالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من أنام orang-orang yang masih hidup orang tuanya khususnya dijaga itu orang tua ya Allah.